سلام كبيدات كديرين صافا بخير كلشي مزيان اموركم هانيه كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير جيتكم اليوم فيديو جديد الوغ دابا النهار ديالنا يلاه بدا دونك ملي جينا لكازا جينا كازا فيها عائلة راجلي دونك جينا نيشان عند لوستي حنا دابا معاها كاينه حماتي خالتي كاينه لوستي وليداتها وراجلها دونك جينا لعندهم وصلنا البارح في العشيه كانت قالت لي مسكينه عرفتي كنت باغا ندير لك الدخله ديال العروسه زعما حيت اول مره غادي نجي لعندها مورا ما مورا العرس ومورا ما تزوجنا وقالت لي كنت باغا ندير لك الدخله ديال العروسه وهذا ولكن ما كتبش لانه ديجا كانت هي مشطونه كتقاد شي امور ديالها وجات في داك الوقيته ملي جات لعندي جات عندنا نيشان الله كار باش تجيبنا دونك ما كانش عندها كدير لا صافي ماشي مشكل دونك دابا يلا فقنا فطرنا البارح كانت الشتي وتبارك الله الشتا 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 يحسب لي كاينه غير في كازا صح ملي دخلنا لقيناها كاينه في سلا سلا رباط قالك الاكثر ديال المدن كانت فيهم الشتا البارح ايوا صافي ودابا اليوم الجمعه كطيب لنا خالتي كسيكسو توحشنا كسيكسو ديال خالتي ايوا صافي هادشي اللي كاين حنا جالسين ما كنصورش لكم بزاف ديجا يلا بدينا يلا جينا البارح ندخلوا نيشان بالتصوير دونك يلا غادي نبداو التصوير يلا هاكي قلت لكم بدات النهار ايوا صافي هادشي اللي كاين وصافي من بعد مشيت حدا خالتي كانت راه داك السكسو وهنا كنوريكم كانت الليل كامل صبات الشتا كنوريكم هنايا دو الاقامات اللي ساكنه فيهم لوستي وكانت العرض باقه فازكه وكانت صبات الشتيوه حتى اليوم تبارك الله الشتيوه صافي من بعد هنايا ما صورتش لكم القصريه حتى حطيناها نتغداو عاد قال لي راجلي واش صورتي قلت له بلاتي صافي صورتها لكم من بعد هنا كنوريكم اللبسه كنا خارجين لبسنا حوايجنا غنخرجوا لبست التوني صافي شي حاجه مريحه هو نيت لي جيت به وصافي قديت المكياج بحال هكا خفيف وغنخرجوا انايا وازدين ولوستي وراجلها صافي هنايا شادين الطريق غادي نمشيو للايكيا وصافي شتينا الطريق هنايا غاديين هاد الشميشه اللي كنشوف هاد الشميشه بحال هكا هي مطنطنه ولكن راه ما سخونه والو انا جالسين كنغنيو في الطريق وصافي هنايا وصلنا كانت الدنيا عامره مع الويكاند والجمعه في العشيه ودا صافي والعطله اصلا الدنيا فريمون كانت عامره وصافي بقينا هنايا داخلين غادي نوريكم العروض اللي كاينين وهذا مهم فيديو غادي يكون شامل غادي تدوزوا معنا النهار في نفس الوقت نوريكم التخفيضات اللي دايرين وكل شيء هنايا طالعين هذا ولوتي كيشطح لينا وصافي هنايا طالعين يلا غادي نبداو التصوير وصافي هنا كنوريكم اول حاجه دخلنا على يوم هاد لي كاناب وهنا الصراحه مشينا حنايا باغيين ناخذوا طابله دونك هاد لي طابل زوينين عندهم غير هو هذاك ديال 239 صغيره هما اصلا راه دايرين بروموسيون البنات هذوك ديال 239 صغار هما نيت اللي عند لوستي ولكن هي قالت لي راه انا خديتها وندمت زعما كون خديت واحده كبيره كان احسن وهنا كنوريكم الكبار هي هاد البيضه والاخرى اللي حداها دونك بقينا هنايا حيرين كنقولوا واش ناخذ الكبيره ولا ناخذ الصغيره لانه راكم عارفين دابا عندنا طويبله غير صغيره وبغينا ناخذ وحده راكم عارفين كيكونوا يلاه جداد وهذا كل مره كتاخدي حاجه انا كنوريكم الفوق والتحت ديالها صافي وفي الاخر قررنا ناخذ الكبيره هنا كنوريكم هاد لي مابل تي في ديال التلفازه عجبني هذا اللي فيه اللون ديال الخشب والتحت كحل دايرين ليه حتى هو بروموسيون قولوا تقريبا 1400 درهم 28000 ريال وفريمون كبيره البنات يهز لكم شحال من حاجه الاكثر اللي دايرين لي بروموسيون في هاد لي مابل في لي طابلو هادشي بحال هكا هنا كنوريكم حتى هادي هادي نيت لوستي عندها دايراها بحال مابل تي في في بيت الكلاس دايراها كدير 170 درهم 3400 زوينه البنات هي واخداها في الابيض دايره فوق منها تلفازه صغيره وهذا ايوا هنايا جينا نضحكوا جات قالت لي لوستي راه اجي كسي هنايا طايشي وصافي بدا كيصورني راجلي كاسه كنطيش قلت لهم هنا كنضحك قلت لهم ناقصني شي طبيب نفساني مع هاد الجلسه هادي ناقصني طبيب نفساني وصافي جالسين تنضحكوا شويه تنقول لازدينا جي نصورك نتايا جي طاش نتايا ونصورك كيقول لي بعدي مني ما
المهم كنضحكوا شويه وصافي نرجعوا لي بروموسيون نشوفوا البنات هذا الموبيل تي في واعر 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 عجبني بزاف الصراحه. كنا اولين نكون خديته ديري ليه 1625 درهم عطو كبيره البنات وتيهز كل شيء. من بعد كاين هذا اللي كيديروا فيه البنات المكياج وداك الشيء دايرين ليه 850 درهم 17000 ريال. كاينين من بعد هاد لي بواط دايرين لهم 60 درهم راهما كبارين مازال طوالين بزاف. دايرين عاوتاني هاد القريعات ديال ايكيا معروفين دايرين ليهم 55 درهم. ممكن شي حوايج فيهم لي بروموسيون شي حوايج لا نقول لكم ديما كنحسد الناس اللي ساكنين في كازا وقرابين لايكيا وحق الله تو كتعجبني بزاف تو نقول لكم كانت حدايا كل مره نمشي ناخذ حاجه. هنا كاينه القريعه ديال العطريه 4 ب 45 درهم زوينين الصراحه عجبوني حسن من دوك الاخرين اللي مطليين كلشي كيديرهم. قلت لكم والله الا كنحسد الناس اللي ساكنين قرابين الايكيا وفعلا الناس اللي قرابين الايكيا ديما كيجيو ياخذوا هكا كل مره كتكون حاجه بروموسيون كياخذوها يحيدوها. حنا حدانا في رباط وصلة ما كاينش كاينه كيتايا ولكن ما كيكونوش فيها لي بروموسيون بزاف وديجا بعيده كاينه في المول. هنا كنوريكم لوستي حتى هي كتصور وبقينا غاديين كنضحك كنقول لهم انا هز الكاميرا وهي كتهز الكاميرا كنقول لهم بحال خارجين صحافه. صافي هنا كنوريكم لي بلاكار هنا داروا لهم 2000 درهم ونورمالمون كانوا رخص دابا راه زادوا طلعوهم. هنا كنوريكم شنو لبست من الفوق لبست هذا المول مع البروتكان ومشينا لبلاصه ديال اللعاب راكم عارفين الدراري الصغار كيشوفوا اللعاب. يلا حطوا يلا يلا جد جد يلا وهنا مشينا للبلاصه ديال لاطاس وهنا جالسه انا وعزتي مع انا وياه من عشاق القهوه جوجنا مبليين بالقهوه هو مبلي بقهوه كحله وانا مبلي بقهوه حليب كنشرب مع قهوه كحله مع شويه وعرفتو فين ما كنمشيو لشي بلاصه كنشوفو هاد البلاصه ديال لاطاس كندخلو ليها عرفتو راه ما يمكنش نقول ليه بلاتي غير نصلح الكوزينه وندير هكا لي بلاكار وغنبقاو فين ما خرجنا ناخذو لاطاس. دابا كنبغيش نكثر الموان لانه مازال ما عنديش بلاكارات فين ندير الموان. شوفوا شحال ديال شحال اختي كنموت على هادشي. المهم من بعد مشينا هنايا هادو البنات ما عادش شتو نقول لهم دي طابي ولا سيرفييت ماما هما اللي كيحطوهم وتيسقطرو فوق منهم الموان. انايا هادو بغيت ناخذهم ولكن قتلو ستي الا خذات وحده وقالت لي خليها راجع تنجربها الا صدقات ما صدقاتش مش بلا ما زعما ناخذوها حتى انا ونضيف فيهم. صافي كانت شي ديجا واخده واحد الفقيله في الكري وانا ديجا كنكره داك الشبكه ديال الموان اللي كتجي تمايا ما كتعجبنيش بزاف ما كشيش انا مازال ما واخده حتى شي شبكه. انا جالسه كنحسب الفلوس ديال الطابله وجالسه الدين كيصور فيا. صافي من بعد مشينا البلاصه ديال الشميعات الريحه كتكون زوينه تمايا الريحات مخلطين بحال داك القضيه اللي كطرى لي عند مول الريحه ملي كنمشي كنكون باغا ناخذ شي ريحه ولكن ما كتشمي ريحات مخلطين كيعجبوك. هنا هاد لي طابي دايروا لهم 5000 ريال كنت خديت انا ولوستي كنا خديناهم مقلاب شي 80 درهم ولا 90 درهم كنت خديت انا وحده وهي وحده. صافي هنايا مازال كندورو فهاد البلاصه ديال بوجي من بعد عرفتو مشينا في الطور رجعنا في الظلام. صافي من بعد مشينا نيشان انا داود لوستي كيجي لعندي عزيز عليا وريزين عليه انا وخالو مني كنصغيو وحنا عزيز عليه عارفين الدراري الصغار تيبغيو هكا اللي يلعب معاهم ويعطيهم الخاطر. انا نيت قال لي يلا نتسابقو مشى هو وياه كيجريو. صافي هنا مشينا نيشان باش ناخذو الطابله ومن بعد قالت لي لوستي جي نشوف واحد البلاصه تيقولوا لها ما شفت بقيشه ما شفتش السميه اللي قالت لي بالضبط قالت لك اي حاجه كتكون فيها شي خبيشه صغيره ولا هذا كيحيدوها يديروها في ديك البلاصه وكيهبطوا ليها الثمن واخا تكون خبيشه رقيقه صغيره بحال دابا هنايا هذا كندير ليه 1700 درهم تقريبا ردوه ب 1187 وكيبان ما فيه حتى شي حاجه كتكون شي خبيشه ولا شي حاجه مديفورميه فيه ولا هذا عرفتي وجدتني هادشي بحال السويقه ولا بحال البال ولا هذا وفريمون الناس تا كاينين تما كيتقداو من تمايا كلشي كيشد
الحاجه قلبها مزيان صافي. بقينا بحال هكا كنشوف ومعنا ما كنجيش الايكيا بزاف حتى ملي جيت لها ما عارفاش هاد البلايص. هنا مثلا وريتكم هاد الطابلو هنا كي كان داير ب 650 درهم وردوه غير 180 درهم. غتكون فيه المهم ما بغيتش نضيع الوقت نبقى نقلب راه ما كيبانوا راه عادي يعني كيكونوا فيهم غير هكا شي طاش صغيره وصافي. وهنايا هذا نقولوا بال نيشان عشان شي فيه بحال لي زور ولا ما عرفتش داكشي انا وقال الفوطات وصافي. هنا كنوريتكم هكا دغيا وصافي كان ديجا راجلي وراجلو استخرجوا كيتسناونا. وهنا جينا ركبنا في الطوموبيل ما لقيناش في كيفاش نديروا الطابله ودخلناهم شاز الدين مسكين اللور عنقهم عوج وصورت ليكم صافي. هنا راجين كنطيح الظلام راجين بحال هادنا للدار. صافي اختي دخلنا جينا الكوزينه جينا الكوزينه اختي يلا عادي بدا لوستي اول مره غادي تبان ايوا. وجينا دابا نوجدو كاسكروت نصاوبو لومليت غير هو كيجيب بالبصله والثومه والربيع وصافي. هي حتى هي كتوجد لبنيتها ايوا صافي. ها هانتوما تعالوا شحال درت منها القبيلات هذا الجمعه. صافي نهبط لكم باش يبان لكم شنو كندير. المهم هانتوما هو كاين هنايا البيض والبصله قطعتها رقيقه غادي نزيد الملح شويه ديال البزار ثومه بودر ايما شفتي الثومه شحال ندير باك طارق صافي ربي قطعي بالك شحال مشى في 40 متر صافي ليك شوف الحرب كيبقى فيا ايه خايبه حقت ديال الفران هو اخيب حرقات صافي وحركو شوف سدات من بلاداش انا راه نموت من الماء راسي انا زغلا بقيت انا لابسه بودي تحتي هادي عمر كنت لابسه بوحده صافي كنت لابسه بوحده لا لابسه بس من بودي هذاك الشيء ما فيهش دابا البرد كاع صافي صافي نزيد المطابع تاعي باش يبقى سخون حتى هو الكسكوت ديالنا كيطيب اتاي ماكلة بايان وهنايا اومليتنا صالون كبير ما فيش حمام جات تقلب الاومليط يلا كتعاود ليا قالت لي واحد المره جات نقلبها وين تشتت ليا اذا قلبوها زعما فهادي الساعه حشمتنا قلبات لها نص تقلب لا مزيان مش عارفه واش انت واش انت الحاد قال لي درتيها والله الا فراس اصلا ما عنديش معاها حتى حيت حتى انا واحد المره لصق ليا كله في هذه ما بغاش يتحيد من تما حلت من عندك المره تبنت ليا هنا فوق هذا هذا الزاب انت تقلبت ليا في المقله بي جداك خلينا نخلي شغل خليتي اكلك وبغي خلينا نخلي شغل راسي هالاعاده يا ربي يا ربي تحس
قلبي لا شتي كنت غادي تكون طربيه نعم